برضو لازم تستخدم. جراج متعدد الضوابط الفكره دي جت امبارح وهي بالنظر ليها هندسيا. وفكر حاجه بسيطه قوي، العيارين الميه السخنه، الميه السخنه لان العيار في الشتاء ما عندوش ميه سخنه، بنركب سخانات، السخانات بتتسرق الحنفيات الساعه 12 الظهر اتسرقت من عيارات الجراحه كلها في كل الادوار. هل في فكره سخانات شمسيه؟ هل في وسائل لان السخانات دي تتحول بطريقه من الطرق؟ البنيه التنظيميه، الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي التبعيه او عدم التبعيه لاداره الكليه. المستشفيات ومجلس اداره المستشفيات او رئاسه مجلس اداره المستشفيات بحكم القانون دلوقتي تبع عميد الكليه. طبعا ده يشكل عبء على عميد الكليه والاثنين. الفصل اعتقد ان هو واجب بس ده يتطلب القانون، بس الى ذلك الحين العميد هو رئيس مجلس اداره المستشفيات. المركزيه قصاد اللامركزيه، المركزيه ان انا ادي الميزانيات للمستشفيات المختلفه ويبقى لها هيكلها المتكامل وتبتدي تتصرف. رايي لازم تاخدوا حريه وخاصه في الاجراءات اليوميه وهم يستفيدوا بالموازنه بتاعتهم، لكن في حاجات لازم تفضل مركزيه. على سبيل المثال وظائف النواب، ليه؟ لان دي بتتطلب العداله في التوزيع على الجميع. مجالس الادارات والادارات المختلفه لازم يحصل فيها اعاده هيكله لكل الادارات، ومجالس الادارات والمكتب التنفيذي يجب ان مجلس اداره المستشفيات مش لازم يكون كل سنه، لا لازم يكون اكتر من كده، والمكتب التنفيذي او اللجنه التنفيذيه لازم انها تعرض الحاجات دي على مجلس اداره المستشفيات مش كل سنه، لا اكتر من كده. طبعا لوائح النظم لازم تتغير اكوردنجلي عشان تتوافق مع الحاجات دي. العيادات الخارجيه احنا عملنا عيادات خارجيه جديده، بس احنا قلنا من عيادات جديده لعيادات القديمه للجديده، اتغير المكان، اتغير الزمان، بس الاداء لسه زي ما هو، احنا ماشيين بنفس النمط. العيان بيجي الصبح ويفضل لغايه الساعه 2 علشان، لا هي النقطه تغيير النظام ليس مجرد ان انا غيرت النظام، لازم اغير الفكر بعد هذا النظام، لازم اغير التفكير، لازم اغير طريقه التعامل، لا لازم اتعامل بشكل جديد وحديث ومتطور مع الدنيا الموجوده عندي. فلازم اقلل دوره الوقت، العيان ما يقعدش من الصبح جاي من 7 الصبح واقف يحجز تذكره، المكان الجديد كويس بيقعد كويس خالص، بس على ما يتحجز ويطلع العنبر يطلع الساعه 2 3 الظهر. لازم اوفر الادوات والاجهزه الاساسيه والصالحه في الاستقبال وفي العيادات، جهاز ضغط سليم، سماعه كويسه، حاجات بسيطه ساعات بتقف، نيدل هولدر، ابر، غرز، الحاجات البسيطه جدا ديت اللي هي العيان بيحتاجها انا لازم اوفرها. والاجهزه والمعدات والاماكن بالعيادات طبعا طبقا لمتطلبات الاقسام، لان العيادات الاقسام دلوقتي خاصه الدور الانفوزن والرمد الحمد لله ما شاء الله عندنا مساحه واسعه بعد ما سيبنا العياده، بس بقيه الاقسام كان عندهم طرق كبيره بطنه وجراحه، دلوقتي بقوا مشتركين. الاشتراك ما فيش مشكله، بس ما يجيش على حساب التدريب. ودلوقتي يا سمعت من الجراحه ان ما فيش مكان للسبتك الجنرال، يعني افتح بريست ابسس، افتح بريينال ابسس، مفيش مكان للحاجه زي كده، يبقى ده تمرين فقط من النواب. الاجهزه والمستلزمات لازم برضه صيانه دوريه، صيانه دوريه لكل الاجهزه وكل المستلزمات اللي اشوفها، واعمل ابديت للمستهلكات بتاعتي باستمرار. العمليات والطوارئ، العمليات لازم طبعا يبقى في صيانه دوريه، لان الحاجات الصغيره لما بتتساب بتكبر. لازم يبقى في اجهزه حديثه طبقا برضه لاحتياجات الاقسام. لازم اهتم بالطوارئ اللي في الوش، مجمع الطوارئ الجديد بيتبنى كويس، ده ادفانتج جميل. لازم اوفر الصيانه والاسربه، السراير بتاعت العيانين البسطاء اللي جايين لازم اعاملهم بكرامه، بحيث ان هو اللي انا اقبل ان انا انام عليه يبقى اقبل العيان ينام عليه. لازم اوفر العلاج المجاني والسريع وبشكل فوري. الاعتمادات المخصصات للصناديق الخاصه كالعلاج بالاجر والزياره يوجه جزء منها للمرضى ويوجه جزء اخر للعاملين الفعليين، للنواب اللي شغالين، للمدرسين المساعدين اللي شغالين في الطوارئ وفي الرواتشيه، للحاكمات وللعمال. لازم رقابه ومتابعه، ولازم يبقى في سوبرفيجن على الكلام اللي موجود ده بتكوين لجان رقابه ومتابعه، سواء لجان رقابه او فكره ان يبقى في استاذ اداري في النواتشيه في الطوارئ، استاذ موجود كل يوم. انا عايز 365 عضو قاعد تدريس في اليوم. احنا شوف عددنا كام، احنا ممكن نبقى على 3 سنين كل واحد هيجي يوم، كل 3 سنين يبقى موجود مكتب العميد مفتوح يفضل فيه، يتحط استراحه كويسه ان هو يبقى موجود فيها، بس يبقى فيه استاذنا موجود ومشارك. الصيدليه نستكمل انشاءات للصيدليه والتجهيزات مجمع الصيدليات اللي موجود عشان العلاج يبقى موجود، واحاول
احاول اوفر العلاج المجاني، اعمل سبورت للعلاج المجاني، لان لما فيش علاج مجاني اهل العيان بيتبعتوا يشتروه، وهم اهل العيان يتبعتوا يشتروه عايزين يرجعوا، ما اقدرش اخلي يبقى الدنيا سوق والناس داخله وخارجه. النظافه والامن بالتاكيد مهمين، ممكن اتعاقد مع شركه امن احدد مواعيد الزياره، ما تبقاش الدنيا مفتوحه على الاخر كده، واحط زي زمان يوم الجمعه كان اول ساعتين زياره مجانيه. ومهم قوي انا العيان جوه الدنيا سوق والناس رايحه وجايه، ما اقدرش اقفل البوابه. اقفل البوابه ازاي وانا ابويا وامي جوه مش لاقي علاج ولازم اخرج اجيبه له؟ اسيب ابويا وامي ازاي جوه وانا عارف ان ما حدش بيبص عليه وممكن يكون سايبه من الصبح لاخر الليل؟ يبقى لازم اتاكد ان في اداء كويس زي المستشفيات الخاصه، ان في توفير علاج والعلاج موجود وان في عنايه وان في رعايه، يبقى ساعتها اقدر اقول في البوابه. التأكيد على النظافه والازاله الدوريه للكمامه والتخلص من الفيات شيء اساسي. اداره الازمات والكوارث، في اداره الازمات والكوارث لكنها لم تفعل بالشكل اللائم، فلازم تفعل وتنشط، سواء استكمل المتطلبات بتاع المدني والحريق، احط خطط، اعمل ازاي ايفاكويشن، اعمل ازاي الشغل بتاعي اخرج، اعمل دورات تدريبيه في التعامل معاها، ومش دورات تدريبيه بس، لا ده انا اعمل محاكاه، اعمل دريل، ازاي هفضي العنبر، ازاي هفضي المدرجات. ولازم يبقى في فرقه عمل معروف، وقت ما يبقى في ازمه او كارثه الفرقه معروفه وكل واحد تتجمع الفرقه، في واحد هيقول الناس كذا، في واحد هيقول الناس كذا، والادوار تبقى موجوده وتم التدريب عليها. عايزين نعمل فرق جراحيه للازمات، انا عايز فرقه جراحيه موجوده من كل التخصصات، ثلاث اربع فرق، ومعروف ان وقت الازمه انا حدي جود حدي رساله، يبقى الفرقه كلها تتجمع ومعروف فين عملياتها ومعروف فين تمريضها. اداره الطب المبني على دليل اللي هو الابنس بيز ميديسن برضه دي اداره موجوده تسهل الحاجات لازم تبقى موجوده. هي الحقيقه اتعملت والدكتور محمود كان فكرته، بس اتعمل فيها لغايه دلوقتي حاجه عن الازمه وحاجه معموله على الترياج، لا دي لازم تبقى تمتد لتشمل جميع الاقسام. اداره مكافحه العدوى ساعات الناس بتضرب راسها في الحيط علشان الالتزام بالمعايير، ولكن لازم نوفر لها ظروف الشغل. التسجيل الطبي لازم يبقى متقدم سواء من الناحيه الاجرائيه او من الناحيه الطبيه. العلاقات المجتمعيه بالخارج لازم افتح قنوات اتصال مع المستشفيات الاخرى علشان احنا تيرشري كير سنتر، مش معقول ان انا استقبل الحالات العاديه الا في حدود واطار التعليم، لكن غير كده لازم مستشفيات ثانيه تشتغل. هعمل بروتوكولات لتدريب الطلاب والامتياز وتعاون مع النقابات المختلفه في برامج التعليم المستمر والتنميه المهنيه، تنميه الموارد، هزود اطلب زياده الميزانيه من الدوله، لان انا هشتغل كل ده، كل المستشفيات دي واجب الدوله انها توفر لي الكلام ده، لان انا بعالج مواطن مصري. احصل الموارد الماليه للمستشفيات من التامين الصحي والعلاج على نفقه الدوله لانها بتاخر. العلاج بالاجر اهتم بيه والمستشفيات التخصصيه اهتم بيها، اعمل اداره التسويق ماركتنج، كل المستشفيات الخاصه في ماركتنج شغال بشكل كويس. اتعاقد مع جهات مختلفه، تبرعات اقبلها واعمل لجنه تنميه موارد، حملات اعلاميه للتبرع لصالح المرضى، كل دلوقتي في التلفزيون 57-357 مركز الكلى فين؟ ليه احنا ما بنعملش حاجه زي كده؟ دورات تدريبيه اخد فلوسها، دبلومات مهنيه، وحدات ذات طابع خاص تبع الاقسام، وفي ناس عايزه تيجي في مراكز تميز من دول خارجيه اوروبيه وامريكيه، يبقى اعمل لهم نظام يسمح بذلك. في النهايه انا بشكر جدا اللجنه على سعه صدرها، بشكر الساده المرشحين على الاحترام المتبادل بينا، بشكر القاعه والجمهور على تكبده عناء الحضور، وان هو يقيم الافكار المطروحه، مش بس يقيم الافكار المطروحه، يقيم الحاجات اللي بره الورق، المصداقيه بتاعت الشخص، قدرته على الاجابه على الاسئله، ثباته الانفعالي في المواقف الصعبه. انا اكيد ان الناس كلها تقدر تقيم هذه المساله، وانا اكيد ان كل المرشحين المحترمين تميزوا بهذا التميز، بشكركم جدا، احنا كلنا كسبانين مهما يكون يصيبوا الحظ ويبقى عبيد، الكل كسبان من التجربه اللي احنا فيها ديت، وعايزين نستكملها بحضور الجميع واكبر عدد من الساده ان شاء الله.